هنلاحظ هنا جمال القطعة في بساطتها، ما في أي شيء، ألوان جدا هادئة، شامبين على نودز على هدوء، بس الطاولة نفسها الخشب في نكشة جدا جميلة، فبالتالي أنت ما تحتاج تحطي أي شيء على الطاولة، هي تتكلم عن نفسها. في شيء جدا مهم، موضوع السيت اب اللي عادة الناس تحطه على طاولات الأكل، اللي هو الصحون والملاعق والمفارش. عادة البوفيه يكون موجود لهذا الغرض، طبعا أغلب الناس ما بتستخدمه، بتلاقيها بتحط كل شيء على الطاولة، لا، عشان كده بنقول إن البوفيه شيء جدا مهم يكون متواجد حول طاولة الأكل، تقدر تحط فيه كل الأشياء بدل ما يكون مرصوص على الطاولة ويضيع شكلها وجمالها وبساطتها، وفي نفس الوقت يكون الوضع جدا مرتب. طبعا لو كان البوفيه اللي عندك بتصميم زي اللي احنا شايفينه هنا، هذا حيكون شيء بلس، لانه تعديه كقطعه ديكور موجوده عندك ويعمل لك اوريدي شكل حلو في المكان اللي انت حطته. وخلينا نشوف كمان كيف طريقته من جوا تكون مرتبه، تقدر تحطي هنا الملاعق والسكاكين، هنا ممكن تحطي اشياء الكيك او مثلا الفناجين الصغيره اللي نحطها في قهوه العربي او على شاكلتها، جدا حلوه ومرتبه وما تحوس لك الدنيا. كمان في نقطة الألوان اللي احنا دائما نرجع لها ودائما نتكلم عنها، هنلاحظ انه الشامبين برضه متواجد على اللوحة اللي اخترناها هنا، وما فيها زحمة كثير، ولا هنا في كمان أشياء كثير، بحيث انك تقدر تحطي مقبلاتك، بعض من أشيائك أو الحلا على هذا الجانب، فأنت كذا استفدتي من كل المساحات اللي موجودة.